مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولو الناس. اليوم غادي نسولو المواطن المغاربه شنا هي اصعب سمته تعرضوا لها في حياتهم. تبعوا اجاباتهم وراجع لكم ما تمشيو فيه. تشمت الحمد لله. أم باقا صغيره ديك الساعه لقى لي واحد خذا لي 50 درهم وخذا لي حويجات كانوا عندي وجيت في حالي ما ضربني ما ضربته ما حتى حاجه. هادشي بكري الا قال لي عطيني درهم. ملي جيت نحل البسطام درهم بان لي الفلوس. عندي 1060 ريال، خذ 50 درهم وعطاني 60 ريال، قال لي سيري تركبي. وخافك الحال بقات في ديك الشيء؟ لا والله ما بقات فيا ملي ما ضربني ما والو ما بقاتش فيا. ولكن دابا بقات لك دابا. ولكن عارف بقات لي في دماغي، الشفار كيفاش كان بكري، ماشي بحال دابا يجبد عليك المنظار. تمتاتني قرايتي، حيت ملي بديت كنت تبان لي واحد الطريق واحد البلاصة كبيرة غادي نمشي ليها، واحد المرتبة غادي نمشي ليها عالية، غادي ندير الفلوس أنايا، غادي نحقق بزاف بزاف. مش ديت الباك ديالي ايكونومي مشيت لليستي قريت ديت الدبلوم ديال جيستيون والله خرا انا جالس سوماج دوزت لي فورماسيون ولي ستاج وانا جالس بحال هادشي هادير ماشي سمته هادير بزاف ديال السمته احنا جالسين نصومي كون صحاب لي يكون كاع ما قريت لا والو انا يوم بقى ما نتمت لا والو نمشي ندير شي حاجه اخرى اخي بشمشة في حياتي ديال الاب ديالي مشى وخلاني تكرفس يعني عانيت شمت بزاف الشمشة خايبه بزاف الشمشة اللي معمر تنسى لي واحد كنا باغي نمشيو للغربه كان عطاونا مليون ما عطينا ليه وشمتنا بقى لنا اليوم غدا اليوم غدا صافي تهرب بدا كيقولنا غدا تمشيو بعد غدا تمشيو بقينا اليوم غدا اليوم غدا صافي حتى ما بقاش كيسول كنعيطوا له التليفون ما بقاش كيجاو ضروري حيت كنا باغي نمشيو للغربه نحققوا انجاز نمشيو نتزوجوا ان شاء الله نديروا الفلوس ونجيو طوموبيله الوليدات ضروري واحد كان عطيتو فلوس باش يخدمني في واحد الخدمه ودا لي فلوس قال لي خويا قول شي 6 مليون بحال هكا اي واحد يبقى فيه الحال مشي تبعناه درنا مع شنا هو اصلا هو كان نصاب كينصب على بنادم فهمتيني والله ياخذ فيه الحق اش نقول لي انا تلاقاو في الاخيره حنا اصلا نقول لك واحد الحاجه حنا مشموشين من واحد الوقت مشموشين يعني ملي كي واخا يشمتك شي واحد ما تحسش به الا فتي والديك ما عمرك ديما غتبقى تشوف غير الشميت حيت ما كاينش في هذا الوقت ما كاينش صاحبي ولا صاحبتي ولا من غير حاجه وحده الا كان عندك شي واحد اللي فيدال ومن الصغر كابر انت وياه ولكن انا صاحبي كابر انا وياه من الصغر ووصلنا لواحد السن صافي تفارقنا هذه كتسمى شمته شمتني بزاف ديال الحوايج بزاف يعني هو اولا صغر مني هو في السن ديالو صغر مني يعني كتسمع منه شي هضره ماشي شله هو صاحبك يعني ما انت بعدا حيت انا بعقلي عليه انا فكرت عليه هو قال شي حاجه ماشي شله ما غنجيش انا نجاوب نفس الهضره اللي قالوا حيت انا يعني مونطاليتي ديالي نقي عليه خويا حاجه وحده اللي دراتني هي ملي توفى لي الوالد الله يرحمه هادي من غير هادي ما دراتني حتى حاجه ولكن الحمد لله على كل حال وسهل. إذا المشاهدين الكرام كيف سمعنا فالمواطنين المغاربة تقاسموا معنا تجاربهم وشنو السمتات اللي بقاو لهم وما قدروش ينساوهم انتم هكذا وبقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع موضوع جديد تبقى على خير.